الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأهل والمواطنين الأعزاء في ولاية سنار، سنار التاريخ، سنار الإسلام، سنار الككر، سنار أرض المكوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن نجينا ونحتفل مع أهل سنار بعيد الشهيد. نحتفل بعيد الشهيد واليوبيل الفضي لمنظمة الشهيد. ويا جماعة نحن لا نؤمن بالصدفة، وإنما هي أقدار بسوغ الله سبحانه وتعالى أن العيد، عيد الفضي لمنظمة الشهيد يكون في سنار. وسنار لها رمزيتها، وسنار لها مكانتها، ويجي تضامنا مع عيد الاستغلال، وزي ما عايشته أيضا مع سنار عاصمة الثقافة الإسلامية. فالتحية لأهل سنار، والتحية لمؤسسي أول دولة إسلامية في السودان وفي قلب أفريقيا هنا في سنار. ولما نحتفل يا جماعة بالشهداء لأنه كل أكرم مننا، لأن الشهادة اصطفاء واختيار، ربنا سبحانه هو اللي بيختار الشهداء، بينظر لقلوب الناس كلهم ويختار المؤمنين، وينظر لقلوب المؤمنين يعني يصطفي منهم الشهداء. وعشان نحن نحتفل بشهدائنا عشان نتذكر قيم الشهادة، الشهادة وقيمة الشهداء. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الشهيد يا جماعة حي ويرزق وفرحان وبيتمنى أن أخوانه يلحقوا به في النعيم اللي هو عايش فيه. الإنسان الوحيد اللي بيتمنى يرجع الدنيا هو الشهيد. ليه؟ مش عشان يعيش، عشان يقاتل ويستشهد مرة تانية في سبيل الله ما وجدوا من نعيم. فهنيا للشهداء، وهنيا لأسر الشهداء، وأبناء الشهداء، وأبوات الشهداء، وأمهات الشهداء، ونساء وأرملات الشهداء. حقيقة دي كلهم نحن نقولون هنيا لكم، لكن تجي مسؤولية الناس اللي قاعدين نحن وراهم وأخواننا استشهدوا، لازم نرعى أسرهم. عشان كده كانت منظمة الشهيد عشان ترعى أسر الشهداء. فالتحية لهذه المنظمة الفتية، والتحية للأسسوها، والتحية لقادتها والعاملين عليها والداعمين لها. وبنقول لكم إن شاء الله إحنا دعم لهم. أول حاجة بنقول لهم مبروك العمل الجليل اللي عملتوه، وهنيئا لكم هذا العمل الطيب المقبول إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. وعد رسولنا الكريم لكم أخواننا في المنظمة وكل من دعم المنظمة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كلنا بنتمنى يا جماعة، في ظل ما بنتمنى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة.
إذا ما جينا الشهادة قالوا نمشي في درب الشهداء ونرعى أبناء الشهداء عشان أيضا نكون في معية الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. أيضا هذه مناسبة وقفوا يا جماعة نقيف عشان ما نتذكر عهدنا مع الشهداء، عهدنا معهم أن تظل هذه الراية مرفوعة رغم كيد الكائدين وتآمر المتآمرين وكيد الحاقدين والمتمردين والمتربصين. الآية دي مرفوعة إن شاء الله، مرفوعة بدماء الشهداء، مرفوعة بمجاهدة المجاهدين، مرفوعة بعون الله سبحانه وتعالى. فالتحية للمجاهدين أخوان الشهداء الذين قدموا أخوانهم شهداء قدامهم، وبنقول لك سأخوانكم على عهد إن شاء الله، قابضين على الزناد، جاهزين لكل من يحاول أن يعتدي على هذه البلد، جاهزين لحماية الدين، جاهزين لحماية الدين، جاهزين لحماية الدين. نعم جاهزين، والله كلنا شوق أن نلحق بأخواننا الشهداء، أخواننا الزبير محمد صالح وإبراهيم شمس الدين ورفاقهم كل الشهداء. والتحية للقوات المسلحة، والتحية لقوات الشرطة والدعم السريع وحرس الحدود والمجاهدين وكل من حمل السلاح أو جهز غازي أو جهز مجاهد، التحية لهم كلهم إن شاء الله. وفي اليوم ده نحيي ولاية سنار، نحيي ولاية سنار اللي احتضنت هذا الحفل الكريم، وبنقول له والله تستاهلوا كل خير. ومشاريع عاصمة سنار، سنار عاصمة الثقافة الإسلامية، ما حتجيب بانتهاء الاحتفال إن شاء الله. حنسعى مع بعض لمزيد من التعمير لمدن السلطنة الزرقاء، حنسعى لمزيد من دعم المزارعين، ونقول للمزارعين في النيلية نحن معاكم لكهرباء كل المشاريع لتقليل التكلفة وانت الآن بقولات انتاج. الآن سنار هي في مقدمة الولايات المنتجة لكل المحاصيل سواء للاستهلاك أو للصادر، وحاسة نشوف نموذج من الموز بتاع سنار. والسنار يا جماعة ما يشبه الموز الثاني، لأنه موز بركة وبغير طعمه وحلاته لكنه بركة. ونأكد لكل الناس أي زول يأكل من موز سنار ده حيديه بركة في جسمه إن شاء الله. دعاية مجانية مش كده، لكن هي حقيقة يا جماعة. فكبر نحن معاكم يا جماعة وبيكم من بنيات أساسية. الولاية محتاجة للطرق ونحن معاكم فيها، محتاجة لتحسين البيئة المدرسية ونحن معاكم فيها، محتاجة لخدمات صحية ونحن معاكم فيها، لغاية ما ينعم كل طفل بدراسة في مدرسة مهيئة مكندشة زيها وزي أي مدرسة في الخرطوم ولا خارج الخرطوم حتى كمان. معاكم حتى نوفر العناية الصحية والطبية لكل مواطن من مواطني سنار، معاكم حتى نوفر المويه النظيفه والمويه الصحيه للانسان والحيوان، معاكم لبناء الطرق لإماطه الاذى عن الطريق، طرق اللي تربط مناطق الانتاج لغايه الدالي والمزموم وكل اطراف الولايه ان شاء الله. التحيه لكم اهل سنار على هذا اللقاء اللي عودتونا دائما لما نجيكم بتقابلونا بنفس المستوى ده يا جماعه. من بدايه الثوره ما بننساها، اول لقاء جماهير في سنار كان لقاء حاشد ولقاء كبير. فالتحيه لكم، التحيه لكم اهل سنار، ونحن دينكم علينا ودين سنار على البلد كلها ان شاء الله. نحن حنوفيه وحنديكم حقكم كامل. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. العيد القادم ان شاء الله في ولايه ومن ولايات الجهاد
هي ولاية جنوب كردفان. التحية لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله.